الآن يا أطفال سنقوم بمحادثة حول أحداث القصة. ما هو عنوان القصة؟ عنوان القصة هو رودي رسام. من هو بطل القصة؟ بطل القصة هو رودي. ما هي مشكلة رودي؟ مشكلة رودي أنه كان يرسم في كل مكان. أين كان رودي يرسم؟ كان رودي يرسم على الأرض، على الكرسي، وحتى على الثياب. ماذا رسم رودي على الجدار؟ رسم رودي على الجدار طيوراً وفراشات وروداً وأشجار. ماذا قالت له المعلمة؟ قالت له المعلمة: الرسم على الجدار ممنوع، تعال وأكمل رسومك على الورقة الموضوعة على المرسم. كيف شكر رودي المعلمة؟ شكر رودي المعلمة ورسم لها علم لبنان وفي وسطه أرزة كبيرة. ماذا فعلت المعلمة برسمة رودي؟ علقت المعلمة رسمة رودي على الجدار. ما هي المناسبة التي ذكرتها المعلمة؟ المناسبة التي ذكرتها المعلمة هي عيد الاستقلال.